أمين شكرا للزملاء ديالي، ولكن كنوجه تحية كبيرة 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 للإخوان ديالي في كرة الطائرة، من طبيعة الحال الأخ عبد الملك النجرة والإخوان اللي معاه اللي هما فكروا فيا وكبروا بيا، الله يكبر بهم. شنو غادي نقول لكم هو أنه عشنا واحد الفترات مع الإخوان، مع سي جمالي وسي عبد الملك وواحد المجموعة سي حسين شريش إلى آخره، اللي كانت أول مرة دار الفولي، كان شي وقت قبل ودار أول مرة. وثانيا كاين الإخوان اللي عشنا معهم كذلك حتى في كرة القدم وكذا، وكان واحد الجو عائلي بيناتنا وكل شيء. وهاد الإخوان باش نقول لكم واقع راه في الفولي راه كاين تضحية كبيرة ديالهم، لا من الناحية المادية لا من ناحية التجهيزات، لأن ما كانش تيران، راه ما كانش عندنا حنا تيران هنا ديال الفولي في فران، وهذا بفضل من طبيعه الحال كانوا كيرجع لواحد المجموعه ديال الاخوان اللي هما ترافعوا باش يوصلوا لهذا الشيء اللي كيوصلوا. وراه تضحيات شخصيه باش نقولها وغنقولها بطايطاي، راه ما كاينش شي مساعدات، وتحسب عليا هذا الكلام، ما كاينش شي مساعدات من بعض الجهات اللي هما يشجعوا الرياضه، باستثناء بطبيعه الحال راه معروفين اللي هما كيشجعوا، الباقي لا. ثانيا حتى الاعيان ديال المدينه مطالبين كذلك باش يشجعوا الرياضه في المدينه، لان بغينا المدينه كي هي نقيه بغينا حتى هي تبقى دائما نقيه، وبغينا ما يبقاش الفراغ للدراري، ما يكونش الحراف، ما يكونش كذا، يتلاو في الرياضه، يتلاو في الثقافه، يتلاو في كذا. وهادو راه كيبذلوا واحد المجهود كبير لانهم كيساهموا في التربيه ديال الناشئه، في تشجيع الرياضه، سق المواهب. كاين مساكن الدراري اللي عندهم مواهب فقط يجب تفجيرها، و بطبيعة الحال صقل هذه المواهب اللي غتعطي الكثير. حال التكريم راه حتى واحد ما كيهضر، راه التكريم كلشي كيفرح لهم بطبيعة الحال، لأنه كيعرف بأن كاين إخوان، كاين أصدقاء، كاين صحاب اللي هما كيعترفوا ديك الثقافة الاعتراف، وهذا يحسب لهاد الإخوان لأنهم وراه مشات عادة، راه كانت واحد الوقت كيديروها الإخوان نيت، راه داروها قبل كاع إلا قلتي ديك الساعة فهذا داروها، داروها الإخوان كاملين، هذه زعما سنة حميدة، الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير، وشكرا لهم، الله يكبر بكم. كنرحبوا بكم دائما هنا مدينة إفران، مدينة السلام، وكنرحبوا بكم كذلك في النادي العريق اللي هو نادي السلام، نادي الكرة الطائرة، لأن كان أول نادي كنا كنتميو له، اللي كان الأصل والتأسيس ديال هذه الجمعية الرياضية ديال الكرة الطائرة، وكنرجع الفضل لجميع الفاعلين الجمعويين ورئيس النادي سي المنجرة والعامل او العمال اللي يعني تواجدوا على هذه المدينة، اللي دائما كانوا كيحاولوا يشجعوا الرياضة بحكم ارتفاع على مستوى سطح البحر 1600 فما فوق. انا بصفتي ولد النادي سليم عبد الوهاب من ساكنة مدينة إفران، الحمد لله تدرجت في هذا النادي اللي كيرجع الفضل الكبير ليه باش وصلت الى مدرب دولي درجة اولى ودرجة ثانية، مرورا بنادي الجيش الملكي تجربة خارج أرض الوطن بقطر بالضبط في الدوحة اللي دامت مدة 4 سنوات. الحمد لله كنا موفقين في تمثيل نادينا نادي السلام ونادي الجيش الملكي، ومثلنا المغرب أحسن تمثيل الحمد لله. وكنتمنى أن هذا المهرجان يروق كل الزائرين ديال مدينة إفران، وكون فاتحة خير على هذه الساكنة من أجل النماء والنهوض بالسياحة في يعني الداخلية والسياحة على المستوى لما لا المستوى الدولي والعالمي. وكنشكر جميع المنابر الحاضرة في هذا المهرجان الدولي لمدينة إفران، فإذا كانت تقدر النجاحات ديال جميع الإنجازات فهي تقدر عن طريق الصحافة، فأنا جزيل كنقدم لكم جزيل الشكر والامتنان بصفتي ابن مدينة إفران وبصفتي كرياضي كنتمي لنادي السلام ونادي الجيش الملكي.
السلام عليكم. المجرى عبد الملك رئيس جمعية نادي إفرا لكرة الطائرة. بهذه المناسبة ديال إقامة مراجع الدولي لإفرا في نسخته السادسة، كنشكروا جميع الفاعلين على هذا المهرجان وعلى رأسهم جمعية أفيساد، وكنشكر كذلك السيد العام الاقليمي فران على هذه المجهودات لانجاح هذا المهرجان ثقافيا ورياضيا وفنيا. ومن هذه المنابر الاعلاميه كنشكر الاخوه اللي لبوا الطلب وجاو شاركوا في الدوري لافران، اللي هو كان من الفرق مدينه افران وفريق الرياضي الفاسي للاناث. وكنشكر جميع الفاعلين وجميع الصحافه اللي حضرات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.